بعد ساعات من المفاوضات توصلت السلطات الايفواريه الى اتفاق نهائي ينهي حركه التمرد التي قام بها جنود في عده مدن في كوت ديفوار. مفاوضات اجريت الجمعه في مدينه بواكي جمعت بين وزير الدفاع وممثلي الجنود المتمردين اسفرت عن قبول الحكومه لمطالب عده كانت السبب في حركه العصيان. ومن بين ما تضمنه الاتفاق الموقع بين الطرفين دفع علاوات بقيمه 7622 يورو لكل جندي. حركة العصيان التي انطلقت من مدينة بواكي قبل أزيد من أسبوعين امتدت إلى مدن أخرى كأبيجان العاصمة الاقتصادية للبلاد ماندلاو وكوروغو. المشاركون في الحركة الاحتجاجية هم متمردون سابقون تم دمجهم في الجيش بعد انتهاء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين 2002 و2011. ويذكر أن هذا التمرد العسكري دفع الرئيس الإيفواري الحسن وطار إلى إقالة قادة الجيش والدرك والشرطة من مهامهم.